نرجع من كافي معكم، وهالمرة مع دكتور تامر الباز. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. أهلا حضرتك خير. You are a pain management doctor. أيه. أول شيء what is exactly pain management؟ كتير عالم ما بيعرفوا أو بيفكروا أنه ممكن يكون حدا كيف مثلا الفيزيوثيرابيست بيعمل علاج فيزيائي، أو كيف مثلا الكايروبراكتيك بيكون عندك وجع بالظهر أو بالرقبة. يعني في شوية confusion، لغط حول pain management، الاختصاص specialty بالتحديد. Can you please explain to us more؟ هو pain management confusion جاي عليه عشان هو new specialty، يعني متخصص جديد. انا نفسي بدات بين مانجمنت لان لما اتخرجت من الكليه عندنا سنه امتياز، ففي الامتياز كان لسه اول مره سمعت عن بين مانجمنت، احنا ما درستوش في الكليه. لما جيت هنا كان بين مانجمنت برضو لسه نيو فيلد، يعني بقاله تقريبا شيء 20 سنه مش اكتر من كده. ما كانش في تريننج للبين مانجمنت. بين مانجمنت بيزيكلي تخصص بيشمل اي حاجه، اي الم في الجسم. اذا كان هو طبعا اشهر حاجه الالم اللي في الرقبه او في الظهر، الركب، المفاصل. البين مانجمنت بيقف حته بين الفيزيكال ثيرابي او العلاج الطبيعي وبين الجراحه. في حته في النص زي جراي اريا، العيان بيبقى مش محتاج جراحه بس في نفس الوقت العلاج الطبيعي او الكايروبراكتور او العلاج بالاعشاب او الابر الصينيه مش بتعالجه. فالبين مانجمنت بيبقى هو ده الحته اللي في النص، اللي هو العيان اللي ما يحتاجش جراحه وفي نفس الوقت هو مش قادر يتحسن بالعلاج البسيط، او مثلا علاج طبيعي او الحاجات الثانيه. بيقسم البين مانجمنت لحاجتين، اكيوت وكرونيك، المزمن والحاد. الواحد لما بيجي له الم في حاجه حاده لسه بادي او لسه في التهاب جامد، ما يقدرش يعمل علاج طبيعي لان هو مش هيستفيد. مش هيقدر حتى يعمل الجلسه، مش هيقدر يعمل العلاج بالاعشاب الابر الصينيه، الحاجات دي مش هتتعالجه. في نفس الوقت الجراحه هتبقى حاجه بالنسبه لي زي اوفر كيل، حاجه انت يعني حاجه صغيره، عصفوره صغيره انت بتضربها بقنبله. مش محتاج ان انت تعمل حاجه زي كده، هي محتاج حاجه بسيطه بس تقلل التهاب وبعد كده تعمل له علاج طبيعي، او ممكن تقلل التهاب والعلاج ومش هتحتاج حاجه. اغلب الناس في السن اللي هو مثلا لحد 40 او 50 سنه العلاج ده هينفعهم ومش هيحتاجوا حاجه تانية. في ناس تانية العلاج بقى بيبقى مزمن معاهم، يعني مثلا احنا متعودين حتى في الكالتشر عندنا ان احنا لما بنكبر في السن عندنا الام، العلاج ده من السن، انا بقى تعبت وخلاص وركبي بيعيش مع هالالم، بيعيش بالالم. فهل هو محتاج ان هو يعيش مع الالم ده؟ لا، مش محتاج يعيش مع الالم ده. هم الناس دلوقتي بتعيش اكتر في بلادنا، وهنا كمان البوبوليشن بتايدج، بنقدر مع التحسن الطبي السن بيزيد. وكل الحاجات دي لازم تتعالج، لان ما يقدرش واحد مثلا عنده ركبه بتاعه مش قادر يتحرك من هو عنده 50 سنة وهيش لسه 40 سنة كمان، فلازم نعالج له الموضوع ده. طيب المريض اللي بيجي لعندك بيكون عارف شو المستنظر منك؟ لا، اغلب المرضى ما بيبقوش عارفين، هو بس عارف ان هو مش عايز يعمل عملية، هو ده اللي عارفه. يعني بيجوا ريفيرال، حدا بيبعتهم، وفي عيانين بيبقى جايين سكند اوبينيون، عايز يعرف هو محتاج يعمل عمليه ولا مش محتاج يعمل عمليه. هل هو وعيانين كتير مش محتاج يعمل حاجه خالص غير ان هو حبه ريست ميديسن بسيط، حاجه تقلل بس الالتهاب اللي عنده او لحد ما يقل، لكن ممكن يعمل علاج طبيعي، ممكن مع حاجات بسيطه زي كمادات، زي انتي انفلاماتوري دراج، حاجه زي كده. في عيانين بيحتاجوا حاجات اكتر من كده شويه. يعني حضرتك بتوصف كمان، ممكن توصف فيزيوثيرابي، يعني بتشوف المريض. ما هو انا بشوف العيان وانا بقيم هو ده محتاج ايه. العيان يعني لما بشوفه بحتاج باخد منه هيستوري، بشوف الاشعاعات بتاعته، لو ما عندهش اشعاعات لو محتاج حاجه ببعته يعملها الاول وبعد كده بوصف له العلاج. في عيانين مثلا العلاج بتاعهم حاد جدا او الالم حاد جدا، ما بيقدرش يستنى ان هو يعمل الاشعه، فده بضطر اعالجه، لا عايز اسقلل الالم عشان هو يبتدي حتى يتحرك يعمل الحاجات الخطوات الثانيه. كيف بتعالجه؟ شو هي الاشياء اللي بتعالجه فيها؟ بعالجه حضرتك في ادويه بعالجه بيها، في دهانات بعالجه بيها، في ابر بعالجه بيها. لو حاجه اكتر من كده هحتاج ان انا اعمل له اشعاعات زي ام ار اي، رنين مغناطيسي او كات سكان، عشان نبقى عارفين بالضبط المشكله اللي عنده. تفضل. بتحب في حالات معينه بتجي لعندك؟ يعني في امراض معينه او اوجاع معينه بتطلب من المشاهدين بتقولوا بتقول لهم بتعرف انه البين مانجمنت دكتور ممكن يعالجها اكثر من طبيب ثاني؟
بص حضرتك، في عينين كتير مشكله، يعني الباك بين مثلا، الم الظهر ده يعني next to common cold، الموست كومن ريزن البيبل اللي بورك، لان ده فيري كومن، اولموست everybody هاف باك بين. المشكله ان العيان لما بيبقى عنده باك بين بيروح يعمل اشعه، فبيلاقي عنده ديسك. اول ما بيلاقي ديسك عايز عمليه، بيحس ان هو عايز عمليه، في مشكله عنده كبيره. عايز اقول لك ان 70% من الناس اللي ما عندهاش الم في ظهرها لو عملت عليهم اشعه هتلاقي عندهم ديسك. فجزء كبير من البوبوليشن عندهم وما فيش مشكله. احنا بقى اللي انا عايز اعمله ان انا احول العيان ده من واحد عنده ديسك ما كانش وعارف ان عنده مشكله لواحد تاني عنده ديسك بيتعايش معاها ما فيهاش مشكله، مش حاسس بيها، مش مقلمه. هو ده هو ده اهم حاجه. فاغلب الناس يعني 50% تقريبا من البراكتس بتاعي باك بين، وبعد كده النيك بين نيكس، وبعد كده الالم المفاصل بقى الباقيه كلها. طيب اذا في حاله انفلاميشن، يعني عم بحكيك عن حاله معينه موجوده ب ب بعائلتي، في انفلاميشن ولكن الاطباء التقليديه اذا فينا نقول، او يعني طبيب العظم وطبيب الانفكشن ديزيز دكتور وكل الاطباء الباقيين يعني عالجوا هالمريض ما لقوا اي سبب لهالوجع، ولكن في وجع حاد بالرقبه او بالمنطقه هون. هل تعتقد انه حضرتك او يعني البين مانجمنت دكتور مثل ما قلت ممكن يعني لقوا اذا لقوا مشكله يخلوا هالمريض يتحول من حاله مرضيه الى حاله يتعايش فيها مع المرض بالزبط، بدون ما يصير في انترجكشن مثلا؟ بالضبط. هقول لحضرتك حاجه، هو البين مانجمنت مش يعني ماجيك بوليت، مش كل حد هيتحسن، بس اقدر اقول لك ان 95% من البيشنتس هيتحسنوا. المشكله ان الـ الدكاترة الأطباء والمرضى كله بيركز على الديسك، فهو باصص ما فيش ديسك في الرقبة، فهو أنت ما عندكش مشكلة، أنت ما فيش حاجة، لكن الرقبة أو الظهر أو أي حاجة اللي بيسبب الألم مش بس الديسك، بالعكس الديسك دي جزء بسيط منها، في ستراكشرز كتيرة أو في أعضاء كتيرة في الظهر أو في الرقبة ممكن تعمل الألم، ممكن العضلات تكون هي الملتهبة، ممكن تكون العضلة ممزوقة، ممكن في الفقرات اللي في الظهر او في الرقبه في بينهم مفاصل صغيره اسمهم الفاسيت جوينتس، دول بيلتهبوا ما حدش يعرف عنهم حاجه، دول علاجهم بسيط جدا وحاجه ما فيهاش حتى كورتيزون. عين كتير بتخاف من الكورتيزون مع ان ده علاج حاجه مؤقته، احنا جسمنا نفسه فيه كورتيزون، ناس بتخاف منه، دوت علاج ما فيهوش حتى كورتيزون، في حاجه اسمها تردد حراري راديو فريكوانسي، علاج عن طريق كهرباء، دوت بيعالج الالتهاب، دوت بيروح صحيح فترة طويلة 6 شهور أو سنة، احتمال يرجع واحتمال ما يرجعش، بس لو رجع العلاج بتاعه بسيط برضو. ففي فعلا حاجات تانية الأطباء اللي هم البرايمري كير فيزيشن ما يعرفوهاش لأن هو مش التخصص بتاعه. انفورشنتلي العيانين دول والأطباء بيخلوهم يعني بيقول أنت ما عندكش حاجة، أنت بس بتشتكي كده ومش عارف، بس هو يعني second opinion، بس ممكن يلاقي حاجة، ممكن يلاقي الحل بتاعه. نعم، يعني هيدا بالفعل الهدف من الانترفيو انه نعمل توعية again انه في حلول لهالأمراض. الواحد فيه مش ضروري يعيش بالألم كل الوقت، لانه ممكن اذا راح لعند حضرتك لعند pain management doctor يلاقي له منحة اخر للمعالجة. طيب خلينا نحكي شوي عن الاصابات الملاعب او الاصابات اللي بتصير sports injuries. هل pain management كمان بيختص بهيدا الموضوع؟ بالضبط، ده جزء كبير من ده زي ما قلت لحضرتك، في حاد وفي مزمن. الاصابات الملاعب دي بتبقى كلها حاده، احنا بقى عايزين نحاول الحاده دي نعالجها بسرعه عشان ما تبقاش اصابه مزمنه. لان السبورتس انجري معظم مش لازم بروفيشنالز، اغلب السبورتس انجريز بتحصل في ناس عاديه بيعمل اكسرسايز بيعمل، فالمشكله ان هو لو ما تعالجش بدري الإصابة هتبقى من حاجة حادة لمزمنة وهيعيش معاها، هتكمل معاه بقية عمره. والموضوع بسيط، أغلب الحاجات دي بس علاج الالتهاب في الأول، السيطرة عليه، لو في حاجة instability احتمال يكون محتاج جراحة، بس أغلب الناس مش محتاجة جراحة، أغلب الناس محتاجة بس stability يقلل الالتهاب، بعد كده حبيت علاج طبيعي عشان نقوي المنطقة اللي حوالين الحتة الملتهبة ديت، لأن هو ممكن يكون مثلا قطع بسيط في ليجمنت في ووتر، الليجمنت دوت مش هو لوحده اللي شايل الحاجة، لو قوينا العضلات حواليه هيبقى الضغط عليه هيقل جامد،
فرصة الإصابة هتقل. نعم دكتور، بس خليني أتأكد أنه أنا فهمت مظبوط عليك، لأنه هيدا نقطة كتير مهمة كرمال المشاهدين، أنه إذا صار في إصابة ما تصير هالإصابة مزمنة وتتردد وتصير شغلة كتير يعني خطيرة بالمستقبل، إذا الواحد راح again عند البين مانجمنت دكتور ممكن تعالج له إياها بشكل ترجع ترده صحيح 100% بدون أي خطر لمرض مزمن. بالضبط، والعلاج بدري احسن، لان لما بتبقى مزمنه العلاج فيها بيبقى ضعيف جدا طبعًا. يعني فرصه تحسنها بتقل جامد مع الوقت. طبعا خلينا ننتقل للصوره. نحن الكاميرا راحت لعندك على العياده واجت بكليب مصور بيفسر اكثر طرق المعالجه ثرو البين مانجمنت. اوكي ننتقل للكليب. دكتور خلينا نشرح شوي صغيرة شو شفنا بالكليب. يعني شفنا عدة لقطات وعدة مراحل للمريض بالمعالجة، فصلنا شوي صغير شو كنت عم تعمل. هو شفنا في الأول المريض بياخد زي إنجكشن، شفنا المونيتور بتاعت الفلور ماشين، لأن أي حاجة بنعملها بتبقى جايدد عشان ما نعملش يعني زي زمان الحمد لله الطب تحسن، فحاجات كثيرة بنركز عليها. فشفنا جايدنس بحاجتين، شفنا الأول بالفلور ماشين حاجة زي الإكس راي بس أقل شوية، الراديشن بتاعتها أقل، وشفنا بالألترا ساوند دي أجدد حاجة في العلاج الطبيعي. بعد كده شفنا العيان اتنقل من أكيوت بقى كرونيك، ففي الحالة دي من الأكيوت إنفلاميشن قلت، فروحنا عشان نبتدي بقى نقوي العضلات، فبعتنا للعلاج الطبيعي قسم العلاج الطبيعي عشان يتحسن عشان يحاول يزبط العضلات. جزء كبير من الإصابة لما بتحصل العضلات نفسها بتشد. تخيلي حضرتك شايلة كوباية زي كده خفيفه ما فيهاش حاجه، شايلها لو دقيقه مش هتعمل حاجه، بس تخيل حضرتك شايلها يوم ده اللي بيحصل في العضلات. العضله بقى تفضل ماسكه وتشد. فنبتدي نعالج الاصل بس العضله لسه شاده، فلازم نفك العضله دي، لازم نوسعها شويه، لازم نفك نطولها. هل بيصير في عندك يعني تضارب بين اختصاصك واختصاصات الطبيه الاخرى بشكل يعني بيمنع المعالجه، او في يعني كوردينيشن؟ لا بالعكس بالعكس، الـ التخصص بتاعي very complementary لحاجات كتير. العيان اللي عنده مشكلة في ظهره دوت عيان محتاج إما very simple rest، أو ممكن يكون محتاج حاجة أزيد شوية، ممكن علاج طبيعي بس مش محتاج حتى أي تدخل من دكتور الـ pain management، ممكن محتاج دكتور الـ pain management، ممكن تحتاج جراحة. كل دول لازم نشتغل مع بعض. لو انا نفسي ببعت العيان للعلاج الطبيعي، ببعت للجراحه، هما العيانين كتير بيروحوا للجراح يقولوا لا انت مش محتاج جراحه، انت روح شوف البين مانجمنت الاول. جرب البين مانجمنت، لو ما نفعش والموضوع طول معاك يبقى نعمل جراحه، لان في الاخر الاند ريزلت احنا عايزين العيان يبقى يتحسن. فيتحسن ده لو عملنا حاجه اللي هي نوت انديكيتد كومبليكيشن. خلي حضرتك احنا كل حاجه بنعملها ليها ريسك، بناخد ريسك مع اي حاجه، حتى العلاج الطبيعي، حتى كروسنج ذا ستريت يعني احنا بناخد ريسك. فلو مش محتاجين ناخد الريسك دي مش لازم ناخدها، ما ناخدهاش، ناخدها ليه؟ مظبوط. هل في عمر معين للمرضى اللي بيجوا لعندك على العياده؟ انا بشوف والله من الاطفال لحد يعني 90 و100 سنه، يعني لكل العلاجات يعني بتقدمها ما عندها حدود بالعمر او لا بالسن. لا ابدا، لان هي الباثولوجي او المشكله اللي بتحصل هي اللي في الكبير او الصغير، وبس الفرق السن الكبير شويه الامراض بتبقى مزمنه شويه فبيحتاج لك اطول، احتمال بيجي مثلا على فترات مبعده. الصغير العينين الصغيرين في السن مثلا اطفال او تين ايجرز او 20 30 دول بيحتاجوا علاج بس حاجه بسيطه، وبعد كده بيكمل حياتهم عادي، لان الجسم لسه عنده القابليه ان هو ريجينريت ويتحسن لوحده.
طبعا حكينا كتير دكتور عن العلاجات، يعني عن شو ممكن حضرتك تقدم لها المريض وتعالجه، ولكن لتفادي هالمشاكل هل في اشياء as a pain management doctor في نصايح ممكن تقدمها الواحد يتفادى الوقوع بمشاكل خاصة مثلا أوجاع الظهر أو بالضبط؟ هي الموضوع بسيط جدا، الواحد يعني ظهره لازم هيستخدمه، مش هينفع ان انا اقول لعيان ما تستخدمش ظهرك او ما تشيلش حاجه، هيبقى يعني not practical ان انا اقول حاجه زي كده. الصح ان هو يعرف بس يشيل ازاي، يعني مثلا الظهر لو هيتني، لو هيشيل حاجه مش لازم يتني ظهره، ممكن ينزل على ركبه ويطلع يشيل حاجه ويطلع وظهره مفرود. اهم حاجه دايما الاكسرسايزنج عشان العضلات تبقى كويسه، لان حضرتك الاستراكشر الظهر ده شايل الوزن بتاع الجسم الفوقاني كله، واي حاجه بنشيلها بتقف على الظهر تاني. فلو العضلات جامده ومثبته الظهر هيفضل السباين ستريت، والويت او الوزن هيبقى ديستريبيوتد ايفن، هيبقى موزع بشكل مظبوط. لكن لو في العضلات ضعيفه شويه، واحد شال حاجه او تنى، هتلاقي تنت شويه، فهتلاقي يعني فرصه الاصابه هتزيد جامد. فاهم حاجه عضلات، والناس بتاخد بالها يقول لك هو عضلات ظهري مثلا او همشي. عضلات البطن كمان مفيده جدا، دي حاجه اسمها الكور ماسلز اللي هي الابدومن، البطن مع الظهر مع البلفس. العضلات دي مهمه جدا في اي حد، الناس اللي بتعمل سبورتس لازم السبورتس جزء كبير من سبورتس اديوكيشن. الاديوكيشن ديت انت تعمل براكتس ازاي، مش لازم تبقى يعني ممكن تعمل سبورت وكل حاجه بس ما تعملهاش بالطريقه الغلط عشان ما تقعش في اصابه، يمكن تاذي حالك. بالظبط، ممكن تاذي نفسك او تاذي حد. فهي كلها اكسرسايزنج وستريتنج، المهم الكور. كل حاجه نعم. الكور بالظبط. نعم دكتور، معنا اتصال لحضرتك، احمد من فلوريدا. مساء الخير احمد. مساء النور، تفضل احمد. دكتور انا في عندي في ركبتي اليمين. ايوه تفضل احمد. تفضل. انا عندي مساء النور. عم يسمعك الدكتور. أنا عامل عمليتين ديسك في ظهري. أيوة. عامل عمليتين ديسك في ظهري، واحدة عملتها في الإمارات وواحدة عملتها في لبنان. أيوة. وأنا الحمد لله كويس، لكن الرجل اليمين الركبي إذا بقعد وبثنيها شوي بتأخر يعني حوالي 5 دقائق، يعني إذا كنت عم بصلي وبسجد وبتأخر بالسجد شوي. أيوة. لما بدي أقوم ما بقدرش أقوم، لازم اتعكز على شيء. ف ايش فكرك، هل هذا في الصابوني ولا في 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 شيء ثاني ممكن في والله لك؟ حضرتك ممكن تكون حاجه من اثنين، دوت ممكن يكون حاجه من ظهرك، بالذات ان حضرتك عملت عمليتين في ظهرك. مشكله العمليه في الظهر ان بيحصل بعد كده زي ادهيجنز، بيحصل تليف حوالين الظهر. الظهر منطقه مليانه بالاعصاب كتير، ف الأعصاب ديت لما بيحصل تليف حواليها بيعمل ألم، فممكن يكون عصب متداس عليه والحركة بتاعة تانية حضرتك. الحاجة التانية ممكن تكون حاجة مشكلة في الركبة نفسها، فحضرتك أنا برضو يعني هحتاج أسمع من حضرتك أكتر من كده عشان أعرف بس المشكلة في ظهرك ولا في رجلك نفسها، لأن ممكن تكون المشكلة في ركبتك. نعم. هي اللي عاملة كده. نعم بس أكيد يعني بتنصحه أنه يروح عند طبيب pain management doctor. بالضبط. طب في معنى اتصال تاني كمان دكتور، نادية من كولورادو. مساء الخير نادية. مرحبا. أهلين. أهلا. تفضلي نادية. أنا أحكي مع الدكتور. دكتور أقول له عن حكايتي أنا. تفضلي فن دكتور. أنا من 10 سنين عملت عملية ديسك برقبتي. أهلا وسهلا. وعمل لي إياها ما راح الوجع بالمرة، بس يعني صلحوها. صلح ايه فنان؟ بعدين بعد فتره قبل كم سنه عملت كمان اللور باك عندي. ايوه. بس برضو اخذت اوبر انجكشن بالفقرات ولاده، بس ما استفدت شيء ابدا. يعني الوجع اللي عند حضرتك تحسن بعد العمليه ولا ما تحسن؟ لا ما استفدت. عم بتقول بالرقبه. نعم بالرقبه وباللور باك. وبعدين نزل الوجع هلا على الورك عندي، بفي بوجع يعني بصير ابكي من كتر الوجع. تفضل. بصي حضرتك يا فندم، هي دي زي ما بقول لحضرتك، احنا بنحاول نمنع العيان ان هو يعمل عمليه، او بنحاول يعني في طبعا حالات انديكيتد محتاج عمليه.
احتمال هي انديكيتور لان العمليه ساعات لما بتتعمل مش بتتعمل عشان الوجع بيعمل عمليه عشان في انستابيليتي او ممكن تحصل مشكله عشان يمنع مشكله زياده ان هي تحصل. فانا طبعا مش عارف الهيستوري بتاع حضرتك بالظبط, بس ممكن يكون العمليه عملها عشان يمنع مشكله اكبر من ان هي تحصل مش عشان الوجع خالص. بس حضرتك دلوقتي متهيألي يعني انصحك تشوفي الطبيب الجراح تاني مش عشان يعمل عملية تاني, لأن ممكن يكون حاجة في ظهرك, حاجة في العملية مثلا. أنا مش عارف حضرتك برضو عملتي عملية بالظبط, ممكن يكون حطلك شريحة ومسامير, ممكن يكون مسمار تحرك أو المسمار فك شوية, ممكن تكون الموضوع بسيط جدا يعني حاجة سهلة, وممكن تكون حاجة مش ملهاش علاج. في حاجات تانية, في حاجات برضو بنعملها البين مانجمنت دكتور, حاجة زي اسمها سباينال كورد ستيميليتور, دوت زي سلك بيتحط في الظهر بيدي احساس زي ذبذبات في الظهر وفي الرجلين, بيودي الالم خالص. يعني طبعا مش كل الناس برضو بتتحسن, تقريبا 70% من الناس بتتحسن مع السباينال كورد ستيميليتور, بس ده اوبشن للناس اللي هي عملت عمليه قبل كده. لان بيبقى صعب كل ما تعمل عمليه اكتر في ظهرك كل ما المشاكل هتزيد. يعني هو الهدف دكتور انه هالمريض يكون عنده وعي انه في عنده اوبشن تاني, في عنده خيار تاني, هو البين مانجمنت. سو اذا الجراح قال له انا ما فيني بقى اعمل لك شيء تاني, يقول له خليني روح عند pain management doctor, يمكن يلاقي الحل عند بالضبط. وأحسن خدي رأيي وخدي رأيين, يعني شوفي خدي second opinion من مثلا روحي شوفي الجراح وشوفي pain management, شوفي يعني أكيد هتلاقي رأيي. أنا بدي أشكر أحمد ونادي على الأسئلة تبعهم. في معنا اتصال تاني كمان من مارينا. مارينا عم تتصل من نيو جيرسي. مساء الخير مارينا. مساء النور. تفضلي مارينا. عندي بس سؤال للدكتور بدي أسأله. تفضلي. عندي مشكلة, كان عندي تورن منسكس, طلع معي تورن منسكس بركبتي. ايوه. وعم باخد ابر, كان على اساس لازم اعمل عمليه, بس انا ما حبيت اعمل عمليه, قلت انا بجرب اعملها بطريقه اكسرسايز اور واتيفر. ايوه. سو كنت عم باخد ابر. حضرتك ابر ايه يا فندم؟ شو هن الابر مارينا؟ الابر مش كورتيزون, هاليجن. ايوه فندم. طيب حضرتك العمليه اللي حضرتك مش عايزه تعمليها, هل العمليه دي؟ لا ما عملتوش عشان دلوقتي احسن. ما انا فاهم. انا عايز اسال حضرتك العمليه كانت بالظبط, كانت نير ريبليسمنت ولا ارثروسكوبي؟ نو مارينا, شو كانت العمليه؟ لا كنت لازم اعمل عمليه, لان قال لي الدكتور لازم تعملي عمليه, وانا ما حبيت اعمل عمليه, حبيت انه حسن ركبتي التور منسكت بإكسرسايز. اي بس العملية اللي طلب منك الطبيب انك تعمليها هي نير ريبليسمنت؟ يات نير ريبليسمنت. طيب هقول لحضرتك على حاجه, هو احسن ان حضرتك ما عملتيش, لان ريبليسمنت مشكلتها بعد كده بيبقى صعب تجيب ان الركبه تتحرك نفس نفس الرينج او نفس المستوى اللي هي كانت بتتحرك بيه قبل كده. ممكن تتحرك حاجه بسيطه, فبس لو هي الموضوع كله تورن منسكس زي ما حضرتك عملتي بالظبط, في ابر وفي اكسرسايزز وفي حاجات تانية, في تردد حراري ممكن يتعمل كمان للركبه, وفي حاجه جديده برضو جبناها عندنا في العياده ليزر, ده لسه جبناه من المانيا. ففي حاجات كتيره ممكن تتعمل قبل ما تحتاج ان انت تعملي, قبل ما هي بتحتاج تعمل نير ريبليسمنت. في معنى اتصال كمان دكتور هويدا من نيو جيرسي. مساء الخير هويدا. ايوه مساء النور. مساء النور, تفضلي. انا كنت ممكن بس اكلم الدكتور؟ اكيد. طيب انا عندي سكر وعندي وجع من بعد كتفي لغايه كوعي. الوجع دوت العظمه ذات نفسها في الوسط كانك تمسكي العظمه قوي 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 بتضغطي عليها. فروحت عملت الام ار اي على كتفي وعلى الدراع, فلما رجعت للدكتور قال لي لا اعملي ام ار اي تاني على الرقبه. ما انا كنت اقول لحضرتك هو الوجع اللي حضرتك بتوصفيه دوت ممكن يكون جاي من رقبتك او ممكن يكون جاي من كتفك, مش لازم يكون العظمه نفسها, ممكن كمان تكون العظمه بتاعت الدراع نفسه. الهيستوري بتاع حضرتك ان حضرتك عندك السكر, ده في حد ذاته ممكن يكون عامل الوجع ده, ممكن ما يكونش فيه مشكله خالص في رقبتك ولا كتفك. في الحاله زي كده مع الكشف بس بنعمل تيست تاني اسمه الاي ام جي اللي هو رسم العضلات والاعصاب, ده بيقول لنا بالظبط المشكله فين اللي عامله, لو في مشكله في الاعصاب. لو المشكله دي بيقول لنا هل دي ناحيه الكوع ناحيه الكتف او فوق عند الرقبه, فمن هنا نبتدي بقى نركز نعالج المنطقه دي. في كمان لو هي من السكر
هنعرفها برضو لما نعمل رسم العضلات دوت. ففي الحاله زي كده بندي دواء يهدي بس الاعصاب ونعالج السكر. السكر لو اتظبط الوجع ده هيقل جامد، مش هيروح خالص لان هو يعني مع طول فتره السكر الاعصاب بتبقى خلاص حصل لها اصابه، بس الوجع بيقل جامد لو ظبط مستوى السكر. دكتور تامر شكرا على وجودك معنا، معلومات كثير قيمه قدمت لنا اياها وطبعا فدت المشاهدين. فاذا مشاهدينا بتامل ان تكون هالفقره اخذت من اعطتكم معلومات بتهمكم. نحن رح نكفي البرنامج ولكن ننتقل لبريك اعلاني بنرجع منكفي. متشكر جدا. انا ولا عارف انا